تستمر على أرضية ميدان المرموم. شوطنا الحادي عشر أعلنت انطلاقتها في هذه اللحظات. أتقدم مع المراكز الأولى، أتقدم مع المركز الأول والصدارة، مأرب على المركز الأول. علي بن سيف بن علي بن راشد الكتبي يتقدم مع مأرب في أول الأسماء. المركز الثاني سيوف لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث القدوم من تار محمد بن رملي العامري يتقدم مع تار على المركز الثالث. المركز الرابع بالشهر سعيد بن سالم بن علي الدرعي يتقدم على المركز الرابع، ولكن التسلل بهذه اللحظات من قبل سمحة لمحمد بن الدحبة بن صنقوح العامري يتقدم، وزاهية سعيد بن معيوب بن سالم الدرعي يقدم زاهية وشعار بن مفتاح القادم في هذه الانطلاقات. ومع هذه التحديات يقدم انطلاقة وتحديات القادمة. المركز محبة القادمة في هذه اللحظات على المركز السابع المتقدم لعلي بن راشد بن مفتاح الشامسي. النقلة للمركز الثامن وأتابع في ثامن المراكز ظن لعبد الله الهايري بن علي الجريبي القادم في هذه اللحظات على المركز الثامن. تاسع المراكز القدوم من شبابه لمحمد بن مسلم بن سالم بن هيئ العامري القادم في هذه اللحظات، والمقدم شبابه وانطلاقات شبابه على أرضية هذا الميدان. ومبارك بن راشد بن محمد بن منين الشامسي يقدم الطيارة القادمة على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى. نتابع الأسماء القادمة، الشعارات القادمة على أرضية هذا الميدان، ولنا عودة مع الصدارة مع المقدمة مع مأرب على المركز الأول. علي بن سيف بن علي بن راشد الكتبي يقدم مأرب، لكن من الجانب الاخر هذه سمحة تسللت لمحمد بن الدحبة بن صنقوح العامري القادم في هذه اللحظات. شعار بن صنقوح يتقدم مع هذا الانطلاق ومع هذا التحدي. المركز الثالث، القدوم في هذه اللحظات من زاهية لسعيد بن معيوب بن سالم الدرعي يتقدم مع زاهية ومحبة لعلي بن راشد بن مفتاح الشامسي على المركز الرابع والمركز الخامس. أول ندى لمزون القادمة حميد بن محمد بن حميد الكتبي يقدم من نوعيات مزون القادم على المركز الخامس والمركز السادس. هذه فزعة لسيف بن علي بن مران الظاهري قادم بن مران. كل الأسماء وصلت في هذه اللحظات، وبدأنا نقترب من في هذه اللحظة بوابة العبور. الكيلومتر الأخير والصدارة مع سمحة المركز الأول. سمحة محمد بن الدحبة بن صنقوح العامري يتقدم على المركز الأول. شعار بن صنقوح بن معيوف الدرعي القادم على المركز الثاني مع زاهية بن مفتاح القادم على المركز الثالث مع محبة ومزون. حميد بن محمد الكتبي القادم مع مزون على المركز الرابع، ولكن الصدارة ما شاء الله. سمحة على الصدارة، سمحة على المقدمة بدون أي أوامر ولا تعليمات عصاها في الإبطال. دفع ذاتي أداة القائم من هذه الذلول على أرضية هذا الميدان. سلام يا الدحبة بن صنقوح العامري، محمد بن الدحبة بن صنقوح العامري، تهانينا والناموس لك على فوز سمحة بالمركز الأول بدون أي منافس تكلمت بلغة الكبار في حضور هذا الشعار. عندما يحضر دائما يأتي بنوعية ونجومية في عالم الأصدقاء.
الرسائل. مشكور يا راعي سمحه، مشكور يا راعي سمحه. تهانينا والناموس لمحمد بن الدحبه بن صنقوح العامري، وسلاماتنا الى القطاع الجنوبي على ما ضدنا. القطاع الجنوبي يحتفلون بفوز سمحه وبدون اوامر. تمر امام المقصوره الرئيسيه خاطفه هذا الشوط المركز الثاني. المركز الثاني قناة لسيب بن فارس بالفندي المزروع. المركز الثالث وصلت محبة لعلي بن رايد مفتاح الشمس. المركز الرابع بن معيوف الدرع. المركز الخامس سمحة لمحمد بن مبارك بن محمد الغفلي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول سمحة. قطعت الأربعة كيلومترات بتوقيت زمني مقدار 5 دقائق. نتابع 57 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سمحة محمد بن الدحبة بن صنقوح العامري، وسلام القطاع الجنوبي المركز الثاني. نتابع مع التوقيت الزمني ولحظات وصول المركز الثاني. 6 دقائق 3 جزء واحد من الثانية. المركز الثاني التوقيت. المركز الثالث نتابع. المركز الثالث محبة لعلي بن راشد مفتاح الشامسي على ثالث المراكز. 6 دقائق 3 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.